السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معنا حلقة جديدة من التدريب في الصيدلية، الحلقة الثامنة، تابعوا معنا. هناخد النهاردة قسم تاني من الأدوية المسكنة ومضادة للالتهاب، واللي هي النان ستيرويد الأنتي انفلاماتوري دراج. دول فيهم ايه يا عم أحمد؟ اللي هما ايه هي المواد الفعالة دول؟ اللي هما الديكلوفيناك والسيلوكسيب والنابروفين والبيروكزيكام والتينوكزيكام والميلوكزيكام. إن شاء الله هناخد ديكلوفيناك النهاردة، والحلقة القادمة هيكون فيها السيلوكسيب والنابروفين، وإن شاء الله الحلقة اللي بعدها يبقى فيها البيروكزيكام والتينوكزيكام والميلوكزيكام. وندخل النهاردة في حلقة اليوم اللي هي الديكلوفيناك. عندك الديكلوفيناك ده بتنقسم الى نوعين، بتنقسم الى الديكلوفيناك صوديوم والديكلوفيناك بوتاسيوم. وهناخد اول حاجه النهارده اللي هو الديكلوفيناك الصوديوم. اول حاجه معانا النهارده الديكلوفين، ودي طبعا تركيز اللي هو الديكلوفيناك الصوديوم فيها 75 ملي جرام لكل 3 ملي. تاني حاجه معانا اللي هو الفولتارين، دي نسبه ديكلوفيناك صوديوم نسبته 75 ملي جرام لكل 3 ملي، ودي طبعا اللي هي ادويه مسكنه ومضاده للالتهاب، تبقى خافضه للحراره، مسكنه لاي الام شكل مثلا الام العظم، الام الاسنان، اي الام، ودي بتبقى مضاده للالتهاب ومضاده للروماتيزم. طيب لو انا ما عنديش الديكلوفيناك ايه بديله؟ البديله فيه نفس المادة الفعالة كلاك صوديوم، حتى اسمه نفس اللي هو دوكليفيناك صوديوم، دي برضك اسمه دي كلاك صوديوم، دي نسبته 75 ميلي جرام. ونروح لتاني حاجة اللي هو الديكلوفيناك البوتاسيوم. الديكلوفيناك بوتاسيوم شكل اللي هو الادو فلام 75 ميلي جرام، ودي طبعا نفس الاستخدام، مسكن ومضاد للالتهاب، يدخل تحت مسمى المسكن، خافض للحرارة، بيستخدم لأي الآلام. تاني حاجة معنا اللي هو الكتافلام، نسبته كام؟ 75 ميلي جرام لكل 3 ميلي، دي طبعا في اللي هو ديكلوفيناك بوتاسيوم. طب ما تقول لنا يا دكتور ايه الفرق بين الديكلوفيناك صوديوم والديكلوفيناك البوتاسيوم؟ اقول لك يا سيدي، الديكلوفيناك البوتاسيوم دي بيبقى سريع الذوبان في الماء، بمعنى مفعوله سريع، يعني مثلا لو واحد عنده مثلا الام في السنان او اي حاجه ممكن اديله ديكلوفيناك بوتاسيوم، بيبقى امن جدا لمريض الضغط. طب ايه الفرق بين الديكلوفيناك الصوديوم والديكلوفيناك البوتاسيوم؟ طيب او بمعنى ايه مميزات الديكلوفيناك صوديوم والديكلوفيناك بوتاسيوم؟ طيب امتى ادي للمريض اللي عندي ديكلوفيناك صوديوم او ديكلوفيناك بوتاسيوم؟ بص يا عم، اول حاجه الديكلوفيناك بوتاسيوم دي سريع الذوبان في الماء، يعني بمعنى مفعوله سريع جدا وامن لمريض الضغط. يعني لو جالي مريض مثلا بيشتكي من الام حاده مثلا شكل مثلا اسنان اي وجع، نديله اللي هو ديكلوفيناك بوتاسيوم، دي سريع ونتائجه تبقى سريعه. طيب امتى ديكلوفيناك الصوديوم؟ دي اديله مثلا لو واحد عنده مرض مستمر، ليه؟ عشان هو بطيء الذوبان في الماء، يعني بديه للمريض اللي عنده الام مستمره. عندنا مواد تانية موجود فيها اللي هو الديكلوفيناك، زي مثلا الكاتافلاي، ودي موجود بنسبه 100 ملي. تاني حاجه عندنا الكاتافاست، موجود 50 ملي جرام. عندنا تاني حاجه اللي هو الاولفين، الاولفين موجود منه جل و اقراص وحقن ومحاليل. طيب عندنا ملحوظة سريعة خالص اللي هو الديكلوفيناك، الديكلوفيناك ده بيعمل على قرحة المعدة، يعني ايه؟ بياكل في جدار المعدة فبيخليه يفرز ال HCL، فدي بيعمل على قرحة المعدة. الجرعة بتاعته تكون ازاي؟ تكون اقل من 200 ملي جرام للبالغين، طب الأطفال يكون من 2 ل 3 جرام. وبكده انتهينا من حلقة اليوم، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.